السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في قناتي. اليوم راح أقدم لكم خبز سميد التركي بالسمسم، مكرمش من برا وطري من جوا، بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت. لتشوفوا الطريقة رافقوني لمطبخي ونوروني بحضوركم. المقادير اللي راح احتاجها لوصفتي: 4 كاسات طحين، كاس ونص مية دافية، ملعقة صغيرة خميرة فورية، وملعقة صغيرة ملح. في البداية بضيف الخميرة على المية الدافية وبحركهم منيح. اليوم راح استخدم العجانة لتجهيز العجينة. في البداية بضيف الطحين بوعاء العجانة وراح اضيف الملح واخلطهم، بعدها راح اضيف خليط المي والخميرة. بعد ما ضفت كل المقادير بشغل العجانة لحد ما يصير عندي عجينة متماسكة. بعد ما جهزت العجينة بكورها، بعملها شكل كرة ورح احطها بوعاء واغطيها ورح اخليها ترتاح لمدة ساعة. لتجهيز خليط التخطيط راح احتاج كاستين سمسم محمص، 3 كاسة مية، 1/4 كاسة دبس التمر، معلقة صغيرة طحين. بضيف دبس التمر بوعاء وراح ضيف المي وبخلطهم، بعدها بضيف الطحين وبخلطهم منيح ليكون الخليط جاهز. بعد ما تريحت العجينة لمدة ساعة بطلع منها الهواء وراح أقطعها لقطع متساوية الحجم وعملهم على شكل كرات. فيكم تعملوا القطع للحجم اللي بتفضلوا، يكون حجمهم كبير أو صغير. العجينة عملت معاي 7 قطع وراح افردهم بشكل طولي.
بعد ما مديتهم بهالشكل بغطيهم ورح خليهم يتريحوا لمدة 5 دقائق. بعد مرور 5 دقائق رح أشكلهم، باخد قطعة العجين ومدها بشكل طولي بتكون بعرض الإصبع تقريبا وبتنمد بسهولة ما بتغلب وقت مدها، وطريقة التشكيل موضحة بالفيديو ورح أكمل بنفس الطريقة لحد ما أخلص كل الكمية الموجودة عندي. بعد ما شكلت كل الكمية باخذ القطعة وبغطسها بخليط دبس التمر والمية، بعدها بحطها بالسمسم المحمص، والقطعة اللي بجهزها بحطها بصينية الفرن وبكون حاطة فيها ورق الزبدة. بعد ما جهزت كل الكمية رح أدخلهم على الفرن، والفرن أنا شغلته قبل بوقت على درجة حرارة 200 من فوق ومن تحت، بياخذوا وقت 15 دقيقة لحد ما يجهزوا وياخذوا لون حلو.
بعد ما جهزوا أخذوا لون حلو وطلعتهم من الفرن زي ما انتم شايفين، ما شاء الله شكلهم بيشهي وريحتهم أحلى. الوصفة كثير طيبة ولذيذة وسهلة، ما بتاخذ وقت في التحضير ومكوناتها متوفرة في كل بيت. فينا نقدمه على الفطور أو على العشاء، بيكون مكرمش من برا وطري من جوا. إن شاء الله تكون وصفة اليوم عجبتكم وتجربوها وتحبوها. إن شاء الله تكون وصفتي لليوم عجبتكم، وإذا عجبتكم وصفتي ما تنسوا تعملوا اشتراك لقناتي وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وتحطوا كمان لايك وتعليق وعمل شير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.